برحب بالاستاذ ابراهيم النمر خبير اسواق المال. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. تحياتي يا استاذ بيه وتحياتي للساده المشاهدين كلهم، شكرا على الاستضافه. اهلا بيك يا فندم استاذ ابراهيم. يعني النهارده طبعا اللي حصل في مصر هو شيء متوقع لانه حصل في كل مكان في العالم، لكن الاخبار العالميه اللي حصلت هزت البورصات بشكل عنيف. هل دي هزات مؤقته ولا هزات ممكن تستمر ويستمر اثارها لحد ما بعد نهايه السنه؟ طيب هو احنا صحينا الصبح على التراجعات اللي بدات من اسيا، زي ما حضرتك قلت بدات من طوكيو، تراجعات برضو في البورصات الاقليميه قبل ما نفتح الخليج بيبقى شغال، فكان على تراجعات ملحوظه. الذهب كان على ارتفاع والبترول كان على تراجع، زي ما حضرتك بتقول الدولار كان على ارتفاع، انا اقصد الدولار عالميا مش في مصر يعني. نعم. ده كده يعني سيت اب بتاع ان في مخاوف عند المستثمرين، وبالتالي بيحاولوا يهربوا من الاصول ذات المخاطر زي الاسهم. نعم. زي النفط، وبيلجأوا للاصول اللي بتبقى زي ملاذ وقت المخاطر، كان هنا الذهب والدولار. طبعا الكلام ده كان متزامن مع كلام على سلاله جديده، يعني اعلان رئيس وزراء بريطاني عن سلاله جديده من الكوفيد 19، واللي اعقبها اعلان من دوله ورا دوله بايقاف حركه السفر من والى بريطانيا. كان في برضه دوله ورا ثانيه بتعلن عن ايقاف مؤقت للسفر باي وسيله من والى برا وبحرا وجوا وكله. بالظبط. كان السعوديه واعقبها كذا بلد ثانيه. هنا 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 سر مش في السلاله الجديده من كوفيد 19، يعني البورصه ملهاش علاقه بالفيروسات. البورصه او اسواق المال عموما ما هياش كائن وسيط بيتم، لكن هي حاله القلق اللي موجود عند الناس من اللي جاي. حاله القلق من ان يحصل مره ثانيه لوك داون، هو ده اللي بيأثر على الاقتصاد، البورصه بتعكس الاقتصاد. فلما يحصل لوك داون ده معناه ان الجي دي بي هيقل، او معدل النمو بتاع الجي دي بي هيتاثر بالسلب. ده المخاوف اللي ادت لتراجع عنيف في اسواق المال في شهر فبراير ومارس. حزم التحفيز اللي تم تقديمها من البلدان المختلفه على راسهم طبعا الولايات المتحده ادت لتهدئه المخاوف، ادت لعوده الارتفاع مره اخرى، وكل بلد مختلفه عن الثانيه. امريكا قدرت تعوض الخسائر كلها، مش بس كده قدرت تسجل مستويات سعريه اعلى من اللي كانت عليها قبل كورونا. انما لما بنرجع في كلام عن لوك داون، والمانيا قافله تقريبا 3 اسابيع او شهر، والاقفال ده له تاثير سلبي على طبعا طبعا، وهو ده اللي بيأثر بشكل. وهل هو ممتد بقى هذا الاثر السلبي، يعني هيطول معانا ولا الاثر السلبي ده مستني خبر كويس فيبتدي يتغير، ولا على اي اساس هتتغير الامور؟ اعتقد ان هو الصوره يعني هي النهارده صوره صعبه شويه مقارنه بالوقت اللي فات من شهر ابريل لحد دلوقتي، اللي هو بعد ازمه كورونا في الاسواق لحد دلوقتي. اللوك داون مش هيبقى من وجهه نظري الشخصيه او تقديراتي اللي ممكن تكون صح او غلط، بس اعتقد مش هيبقى زي اللي حصل في فبراير ومارس الماضي، هيبقى بصوره اخف، وبالتالي التاثير على الاسواق مش هيبقى بنفس العنف اللي كان في فبراير ومارس. طب احنا داخلين على قفله السنه، قفله السنه دي بتعني برضه بيبقى ليها مشكلاتها واثارها الجانبيه اصلا، وناس بتبقى بتغير من او بتقفل مواقفها الماليه، هل ده مع ده يعمل كومبلكس على راي فؤاد المهندس؟ في الوقت اللي احنا فيه ده بس رغم كده اخر ايام او اخر جلسات شهر 12، اخر جلسات في السنه واول جلسات في السنه الجديده، عاده ما بيبقى الاداء فيهم جيد، سواء في البورصه عندنا او حتى في البورصات بره، خصوصا بورصه امريكا. فاعتقد ان هو كل ما نخش على نهايه السنه، ودي هتبقى باخر جلسه تداول عندنا اللي هتبقى خميس مش الاسبوع ده، الاسبوع الجاي، الامور هتتحسن. انما يوم بيومه احنا هنتابع اللي هيحصل في الاسواق. اعتقد بورصه امريكا النهارده بتستفيد من حزمه التحفيز اللي تم اقرارها
صامت، حضرتك نوهت عنها من شويه، صامت مليار دولار تقريبا قرب تريليون. وبالتالي ده ادت ان وول ستريت قدرت تعوض جانب كبير من الخسائر اللي خدتها. ده هيدي ممكن يبقى زي كده ايه، قبله الحياه، قبله الحياه بالظبط. فالاسواق بكره اعتقد ممكن ما يبقاش فيها تاثير سلبي زي النهارده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ ابراهيم النمر خبير اسواق المال.